مع فيديو جديد وقصة جديدة. ما تنساوش تشتركوا في القناة إلا كنتم مشاهدين جداد، ديروا لايك الفيديو وخليوا رأيكم في تعليق. دابا خليكم مع القصة. السلام عليكم، سميتي حنان، مزوجة وعندي 48 سنة. مع الأسف ما كان ولدش، عمري ما غادي نولد. كنتمنى لحد الساعة واخا عندي 48 سنة باقا كنحس بديك اللهفة وهداك الشوق لشي بنية يعني نولدها، وكنقول ما كتبهاش لي الله، الحمد لله. كنشوف خواتاتي عندهم البنيات وكنفرح بهم وعزازة عليا وكل شيء، ولكن كيبقى ولدك هو ولدك ولبنتك هي بنتك، كتكون عندها واحد المعزة خاصة. ايوا سيادي، نعود لكم من الصغر ديالي ونعود لكم بالتدريج باش تكونوا معايا في الصورة وتفهموا المشكلة ديالي الحقيقية، تستافدوا من التجربة ديالي وتعطيوني الى عندكم شي نصيحة. كما قلت لكم عندي 48 عام. هاد 48 عام دازت فيها احداث بزاف وكثيرة. في الصغر ديالي كان كيحسب لي الدنيا كلها ضحك ولعب ونشاط. كنت انا هذيك البنية النشيطة، هذيك البنية اللي عزيز عليها الناس، اللي كتخرج تلعب. بقيت كنلعب في الزنقة حتى درت 12 عام وانا باقي كنخرج نلعب في الزنقة. ديك الوقت كنلعبو لاستيك، كنلعبو كاري، كنلعب البي مع الدراري، كنلعب بمالة. عرفتو شنو هي مالة؟ بزاف ما كيعرفوهاش. هي دوك الحجيرات صغار يعني في حال تيمومات هكا كيكونو قاصحين، كنا كنلعبو بيهم في الارض. كانت ديك اللعبة زوينة، كنبقى نلعب فيها بالسوايع وكنسى راسي. شحال من مرة كنت كنبطل المدرسة ونجلس ندير الشوقة ونجمع انا والبنات قدام باب المدرسة كنلعب في المالة، حتى كيحصلنا شي استاذ ولا كيحصلنا شي واحد. المهم كنعز عليا النشاط، الضحك، اللعب، النكات، فين ما كان الضحك ولا التجمعات كتلقاوني انا مخشية. في المدرسة كنت معروفة ديك حنان اللي عز عليها الناس، عز عليها الشوقة، المدرسة كاملة كتعرفني، كيعرفوني بنات ولاد، حيت انا دائما مع الناس وفين ما كان شي حاجه فيها الناس ولا محتاجه هكا التجمعات الا كتلقاوني معاه. كنت مشاركه بزاف في الانشطه في المدرسه، في الانشطه ديال الرسم، ديال الكتابه، كنت مشاركه في المكتبه ديال المدرسه، كناخذ الكتبه كنقراهم. كنت عزيزه على المدير ديالنا ديك الساعه بزاف، لاني كنت كيشوفني هكا حركيه ونشيطه وعز عليا. واخا القرايه ما كنتش كنقرا مزيان، ديك الصوره زعما ديك البنت القرايه اللي كدير في القرايه، ولكن دائما كنت كنجيب معدلات اللي هي متوسطه ولا اعلى شويه من المتوسط، كنت كنجيب مزيان. ايوا في دارنا كنت انا ديك البنت الوسطانيه، ما الكبيره ما الصغيره، وكان عندي خويا حتى هو. ايوا في داك الجو العائلي تربيت، حنايا اربعه، كاينه ماما وكاين بابا. ديك الوقت بابا كان في غالب الوقت كيكون غير في الدار، لانه كان عنده واحد جوج محلات ديالو في زوج قيصريات في الدار البيضاء، كل حانوت في بلاصه، وكان عنده فيه اللي مقابلهم. كان كيمشي كيقابل هكا مره مره، ولكن في الغالب راه في الدار. كان ديما هو وماما في حال الصحاب، كيخرجوا بجوج كيدخلوا بجوج، لا كانت ماما في الدار راه كتبقى حتى هو في الدار. ايوا كبرنا في هذاك الجو زويوان تقريبا، حتى وصلت لهذيك 12 عام، حتى وصلت لديك 12 عام، وديك الساعات غادي يتوفى بابا الله يرحمه. كان جاه واحد المرض، اللي واحد المرض دغيا دغيا كلاه سبحان الله. كان بابا في كيوزن مزيان، ماشي كان ضعيف هكا ولا ناقص، كان جاه الله ينجينا وينجيكم واحد المرض في الراس دغيا بواحد السرعه توفى فيها. في خلال شهرين كان ضعاف، نقص البوا بزاف، بقى كيضعف كيضعف حتى تكال وتوفى. في الشهر الاخر عرفنا بان مرض، وعنده مرض خايب وقريب انه يعني هذاك الطبيب قال له راه قريب يتوفى، مابقاش عنده امل في العلاج وما عندوش الامل، لان كان هو واحد المده كيضروا راسه وكيجي عادي هذاك الضران ديال الراس، كيحسبني يعني عادي وكيشرب عليه دواء ديال الراس. هو ديك الوقت مسكين كان عنده سرطان في راسه، يبقى حتى تمكن منه هذاك المرض وتوفى وخلانا. ماما ديك الوقت ما كتعرف والو، ما كتعرف حتى شي حاجه على داك الشيء اشنو عنده. كتعرف راه عنده جوج محلات، ما كتعرف على حتى حاجه على التسيير ديالهم، لا فين حط فلوسو، لا منين كيتقدا السلعه، لا والو، حتى شي حاجه ما كتعرف عليه. وبا ديك الوقت ما كانش عنده خوتو، هو الوحيد ديال عائلته، ما كانش عنده شي حد حتى اللي غيورث فيه، لا والو، زعما شي حد اللي غيدخل في الورث. بقات ماما راسها بوحدها في داك الموقف، هي ما كتعرف والو، كتعرف على الطيب وتشقى
وتقابل الدار وتقابل الدراري القاطرة في داك الموقف. ديك الوقت غادي يبان واحد السيد اللي هو اللي غادي يلعب هذاك الدور الطلائعي. دائما كيكون شي واحد هكا اللي كيبان منجب، شكون هو؟ هو السيد اللي كان مسير لهذاك المحلات ديالو اللي كان قابلهم، وكان هو اللي كيعرف كاع الاسرار ديال الخدمه. هذاك السيد هو اللي يبان تقريبا كان في نفس السن ديال بابا. هذاك السيد هو اللي يبان، هو اللي وقف مع ماما في الجنازه، وقف معها في الوراق، كيقاد ليها في الامور، وقف معها في كل شيء. هذاك السيد هذاك من نهار الاول سبحان الله ما حملته ما قبلته ما تصرتش ليه. ايوا هذاك السيد نقولوا داز ديك الايامات، حنا باقيين صغار ديك الوقت دراري، واخا ديك الموت وكل شيء راه ما فهمناش ديك الوقت اشنو المعنى ديال الموت. كان سمعوا راه مات ما فهمينش شنو المعنى ديالها. هذاك السيد هذاك صافي بقى ماما ديك الساعه ما كتعرف والو، هو متكلف بكل شيء، هو الوراق كيجيب ليها سني لي هاد الورقه قادي ليا. المهم بقى معها وقف معها ديك المده، ايوا شنو غادي يدير؟ غيطلع واحد ولد الحرام، اكبر ولد الحرام كاين في العالم هو داك الانسان. عرفت شنو غادي يدير؟ ضحك على ماما كيف ما بغى، ماشي ضحك عليها بهذاك المعنى ديال الضحك اللي كتسمعوا الراجل كيضحك على المرأة، لا، ضحك عليها انه خدها كاع هذوك الاملاك اللي كانوا عند بابا، خلاها انها سنات ليه وقعد هذاك الشيء ما عرفناش كيفاش دار ليه. المهم احتاجت ماما لقات كل شيء تحول بسميت هذاك بنادم، قاد هذاك الشيء كامل ديالو. اش خلى لها؟ خلى لها غير 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 الدص في هذوك المحلات، والمشكله حتى دوك المحلات خد صدق هو اللي خايدهم، صدقوا بسميته هو. داك الشيء كيفاش قادو كيفاش دار ليه الله اعلم. خواهم من السلعه اللي فيهم كامله حتى شي حاجه ما بقات فيهم، وخلاهم خاويين وحتى هما بسميتهم. ملي اجات بغات تدخل الناس وبغاو يشوفوا يعرفوا لقاو ديك المحلات خاوين. داكشي داروا بواحد الصوره واعره فحال راه ربما كان عنده والو بعلي هذوك المحلات هو باش يعتق الموقف. المهم قاد الورق ديالو كيف ما بغى، استغل هذيك الوقيته على اساس زعما راه وقف معاها وكيجري معاها وكيدور معاها، وراه انسان مزيان هكا، وكيقول لها انايا كان عزيز عليا كان بحال خويا، وراه كيضرب غير على مصلحته. ايوا ما بين الليل وضحاها تحولنا من ديك العائله اللي لاباس عليهم، ملي عمرهم ما هزوا لها من شي حاجه، لقات راسنا على الدس. لقات ماما راسها ما عندها حتى شي حاجه، خدا لها كل شيء هذاك السيد. ما كاينش حتى اللي غيوقف معاها ولا شي معرفه اللي غيوقف معاها ويعرف شنو وقع ويعرف كيفاش دار هذاك السيد زعما يقدر يرد لها شي حاجه. صافي اغبر، صافي باع المحلات وغبر، ما بقاش بان ليا الاثار. انا هذاك السيد عمرو ما تنسى ليا، بقاو الملامح ديالو مرسومين ليا في الذاكره ديالي، ما تنساش ليا هذاك السيد. كنشوف ماما كتبكي، بدات كتندب ديك الوقيته بحال عود مات بابا ديك الوقت ملي عرفت شنو طاري ورد لها كل شيء. كتندب كتقول تقت فيه ولد الحرام، تقت فيه ضيعني ضيع لي تامه، خدا ليهم رزقهم كلا ليهم رزقهم، وخلاها كتبكي. ايوا تحولت ماما من ديك مولات الدار اللي مقابله وليداتها ومقابله دارها لواحد المراه اللي خصها تقلب على مصدر العيش ليها ولدك الوليدات. والحمد لله انه الحاجه اللي مزيانه اللي دارها انه ما قدرش ياخذ الدار، الدار اللي كنا ساكنين فيها كان بسميت الوالده، كان كاتبها لها بابا بسميتها. داكشي ديك الدار ما قدرش عليها، ولكن كان خصنا كان خصها تقلب على شي مصدر ديال العيش هكا باش تقدر تعيشنا وتكبرنا. حمدات الله مسكينه وشكرات ديك الوقت قالت هادشي اللي بغانينا الله ما عندنا ما نديرو، ولات كتقلب شنو غدير. تخيلوا ماما مسكينه ولات خرجات كتقلب تخدم في الميناج، ما كانت كتعرف حتى شي حاجه اخرى ديرها. خرجت شدات دروجات في عمارات في احياء اللي هي راقيه، خرجت كتقلب حتى لقات شدات تقريبا ربعات العمارات هكا كتسيق الدروج ديالهم كتجفف وكتسخر ليهم باش تجيب ما ناكلو. تزيرنا بزاف المعيشه، ولكن على الاقل كنا كنلقاو شي حاجه ناكلوها، ولو غير خبز واتاي كنا كناكلوه وساكتين. ما فهميش شنو واقع، كيفاش تبدلات المعيشه ديالنا، كيفاش تبدلات الماكله ديالنا. كانت واحد اختي كتقول لماما لا انا باغا سميتو باغا الدسير، لا انا باغا اللحم، لا انا باغا. كتقول لها ماما بنيتي راه هادشي اللي قدرني عليه الله، راه اللي كنقدر عليها كندير، كل لقيت كيفاش ندير نجيب لكم الدنيا كامله راه نجيبها ونحطها بين يديكم.
كنت تبكي ديك اختي ما كانش كتفهم، كتقولي علاش مات بابا علاش، وكتبكي صافي وكدير لنا ملاحه كلشي كيرجع كيبكي. ايوا حنايا ذنوبنا على هذاك السيد، هذاك ولد الحرام اللي قدر انه يستبيح هذوك الفلوس والرزق ديال اليتامى اللي خلاه لهم باهم ضرب عليه تاع مرا سنين تكون هذاك الشيء، وعطاته نفسه انه ياخذ هذاك الشيء كامل، ياخذ بديك الطريقه ويمشي بحالاته. ايوا بقيت انايا في حياتي، بقينا قرينا بزاف تقرينا، حتى انا بزاف انا ما كملتش قرايتي، وصلت حدي السيزيام كانت الوالده ديالي بدات كتعيا مسكينه، كانت مرضات بدات كتمرض مع الفقصة والعصب، كانت مرضات بالعصب بزاف ولات كتاخذ دواء ديال العصب. خرج انا من السيزيام ديك الساعه انا ما عم كنتش كنقرا مزيان، وكتحولت من داك النشاط كامل اللي كان فيه وديك الفرحه وداك الضحك بحال شي شمعه وطفيتيها. ايوا رجعت باغي نعاون ماما، كانت ماما باقا شاده شحال من خدمه ديال ميناج كتخدم فيها. ديك الساعه قلت لها ماما جلسي انا نخدم بالنيابه عليك. اختي اللي كبر مني كانت شويه انانيه، كانت قاصحه شويه في المشاعر ديالها، كانت باقا كتقرا وباغا تكمل قرايتها. حسيت براسي راه انا فعلا انا اللي ما كنقراش فيهم مزيان، ربما انا اللي خصني ناخذ هذاك الموقف. قالت لي ماما لا بنيتي ما نخليكش تضربي سمارة. قلت لها والو ماما انت مريضه وهذا جلسي بقيت تخدمي مره مره، وهذا نشوفوا شي حاجه اللي هي خفيفه عليك ولا كارثه في انا غنشقر بلاصتك. ايوا صافي تفهمنا وهذا وبزز بزز باش قدرت نقنعها، وخليت خوتي حتى هما يهضروا معاها باش يقنعوها، وخديت انا بلاصه الخدمه وزدت خدامي اخرين بالاضافه لهذيك الخدمه في هذوك الدروجات اللي كنا شادينهم. كانت شادهم ماما، كنت شديت خدمه اخرى في واحد البيرو كنت كنمشي كنشتغل فيها، كنصبح بكري كنقادو وكنيطواي وكنمسح وكنمسح البيروات وكنقاد وكنعاود نرجع للغد ليه الصبح بكري. مهم وقدرت اني كنوفر بعدا واحد المصدر ديال الرزق هكا وفلوس، وخليت ان ماما كترتاح شويه في الدار، وكنقدر اني نشري لها الدواء ديالها ديال العصب لان كان الثمن ديالو شويه غالي. كنت ملي كنتفكر حياتنا كيفاش كانت كنت كنعاني الصراحه، كنت فقص وكنبكي، وملي كنشوف صحاباتي اللي كيقراو معايا شنو كيديروا شنو كيلبسوا، كنشوف انايا شنو كنلبس وكيفاش وليت، وكنشوف خواتاتي حتى هما وخويا كان كيبقى فيا الحال. ولكن كنقول صافي ربي كبير دابا ربي شي نهار يحن علينا، حنا كنكبروا صافي حنا كنكبروا. كنتلف راسي بهذيك الكلمه وما كنبغيش نبين قدام ماما لانها كانت مريضه وكانت كتزيد تفقس، وكانت دارنا تبارك الله تخيلوا كانت دارنا زوينه وفي واحد الحي اللي هو زوين واللي هو راقي. وكانت فكرات ماما واحد المره قالت لنا نبيعوا هاد الدار وناخذوا دار صغيره ودوك الفلوس اللي بقى ونقضوا بهم الامور ديالنا، ولكن احنا ما كناش باغيين رفضنا، قلنا لها الدار هي اللي بقات لينا من ريحه بابا وداكشي نخليوها على الاقل واحد الحاجه اللي هي زوينه في حياتنا، واحد الحاجه اللي هي زوينه في حياتنا. وحتى الدار فلوس سانديك وهذوك المصاريف ديال الدار لان كنا في واحد العماره اللي هي زوينه كانوا الجيران كيتكلفوا بها كانوا عفاونا من هذوك المصاريف كامله. ايوا بقيت انايا كنخدم انايا نسيت ما وصفتش لكم راسي كيفاش دايره. ديك الوقت هذيك كنت مع صافي بديت كنفهم المعنى ديال الحياه والمغزى ديالها، كنت بديت كندير الزيف كنت درت الحجاب، ولكن كان اللبس ديالي شويه ماشي داك اللبس اللي محتاش بزاف، وكنت شويه صميمره ماشي بيضه بزاف، ولكن ماشي خايبه عندي الحق ديالي في الزين، كنت كنشبه لبابا اكثر مني كنشبه لماما. وصافي كنت كنخدم كنمشي كما قلت لكم كنمشي للبيرو كنخدم، كنجي كنلبس هكا كنلبس واحد الصباط كان عندي ديال الميكا هو اللي كنت كنلبسو ملي كنبغي نشقى هكا، وكنسيق الدروج كنتحزم مزيان كنلبس واحد لابلوز عندي وكنبدا نسيق كنضربها بالسيقه من داكشي للدروج. زعما كانوا الناس اللي تماك من غير الخلاص اللي كانوا كيخلصوني ديال الشهر شحال مره يعني كيزوزو يزيدوني هكا في الخلاص لانهم كانوا عارفين الظروف ديالنا، كانوا كيحترموني وكيقدروني وكان كيعجبهم الشقه ديالي كيقولوا لي نقيه، حتى الدروج كنخلي الدروج كيشعلوا مزيان ماشي كندوز غير ديك التجفيفه هكا ناشفه، لا كنسيق وكنهبط الماء وكندير داكشي زعما على حق وطريق. ايوا في هذاك اليمابل كانت واحد السيده ساكنه تما كاينه وكانت عزيزه عليا ديك المره، كانت طريفه بزاف وعندها زوج وليدات، وهذيك السيده مسكينه كانت توفات كانت مرضات حتى هي واحد المراه مرضه مفاجئه وكانت توفات مات وكانت بقات فينا الصراحه.
انا ما كنتش كنعرف راجلها، كنت كنعرفها غير هي. الوقت اللي كنجي انا كنسيق فيه كنعرفها هي، وكانت التعامل ديالها زوين. كنبقاو فيا وليداتها بزاف، فكروني في المأساة ديالنا اللي عشناها فداك الشيء كامل. وقلت الحمد لله مساكن بقى ليهم باباهم بعدا يتهلا فيهم، وديما كيجيو على بالي وكنقول ناري يجيب ليهم شي مرة ولا شي حاجة تكرفص عليهم ولا تعدى عليهم. كيبقاو فيا دائما كيطيحوا ليا في بالي. ايوا حنايا في دارنا انايا كنت كما قلت لكم هازه المسؤوليه. الا ماما سالا لها الدواء صافي كيبقى بالغه معاها، خصني نجيب لها الدواء ديالها. ماما كتحاول انها تساير الامور وتقاد المصروف هكا على قد الجهد وعلى قد هذاك الشيء اللي كنجيبوه. خويا ولا مره كيبيع ويشري هكا حتى هو كيعاون، ولكن كان باقي كيقرا. انا هزه المسؤوليه الكبيره في الدار، ما نقولش لكم داز عندي كلشي زوين، ولكن راني تعدى بصديال بصح فداك لاج والطموح اللي عندي. وملي كنشوف البنات اللي قدي شنو كيديروا كيفاش كيديروا تعذبت بزاف في المغال ديالي. وكنت كنضرك كنبين راسي راه ديما ضاحكه ديما بخير ديما ناشطه راه ما عندي مشاكل. ايوا دازت المده. واحد النهار تلاقيت واحد السيد في هذاك اليمن بل عرفته راه هو هذاك راجل هذيك السيده عزيته، وطلبني ديك الوقت قال لي الله يخليك بغيتك مره تجي للدار هكا تقاديها وتطرفيها الا قدرتي. قال لي راه الدراري راه كيمشيو للمدرسه راه داير لهم لا كونتين كيرجعوا حتى العشيه كنديهم ونجيبهم ونعطيك الساروت مره دخلي وقادي الدار وهذا، ولا قدرتي طيبي لهم شي حاجه بالخير. قال لي الا قدرتي طيبي لنا شي حاجه ديال الدار راه كناكلو غير هذاك الشيء ديال الزنقه. قلت لي واخا ما كاين مشكل. قال لي هانتي هو الساروت حاولي تجي قد ما قدرتي مزيان. قال لي جوج مرات في السيمانه ثلاثه على حسب القدره ديالك انتيا. قلت لي هانتا ملي غنجي انا هنا راه كنجي جوج مرات في السيمانه كنسيق الدروج. نهارات اللي غنجي فيهم نسيق غادي ملي غادي نكمل غندخل للدار نقاد هذا ونطيب لكم شي حاجه ديال الدار. قال لي صافي وعليه. ايوا قال لي من ناحيه الفلوس ولا هذا كوني هانيه غنتهلا فيك مزيان يعني هكا غير قاد لي غير الامور وانا معك. قلت لي ماشي مشكل. قلت لي راه كانت عزيز عليا المدام بزاف الله يرحمها، كانت عزيز عليا بزاف وكانت كتعامل معايا مزيان. ايوا بقيت هكا كنجي كما قلت لكم ملي كنجي نصيغ كندخل. اول مره دخلت للدار دخلت سبحان الله ديك الدار بحال بقى الروح ديال هذيك السيده فيها. دارها كانت مقداها ومفرشاها وكانت متوله وداك اللوينات كيفاش دايرين كلشي فيها زوين ومقاد. بقيت كندور فيها وكنتعجب كيفاش مقاده دويرتها ومشات وخلاتها خلات وليداتها. كنشوف التصاور ديالها باقيين دايرين وحاطينهم مصورين معاها مقادينهم. ايوا دخلت طرفت الدويره صراحه الدار ما كان لا مكرفصه لا والو، خسري شويه هكا ديال الطرف وهي مقاده. قديتها دخلت الكوزين هي لقيت فيها الماعن وداك الشيء، غسلت المهنات حاولت مسحت الثلاجه كنقاد بشويه مسحت الغبره. ايوا شفت اشنو كاين شنو نقدر نطيب. لقيت خديت الدجاج وانا قلت غندير لهم هكا الدجاج غير بالزيتون والحامض ونقاد لهم الشليضات هكا ونقادهم لهم ونصوب لهم اشنو كاين. قلبت لقيت كاين واحد الفورز وكاين شويه ديال الفين وقلت غنعجن لهم خبيزات ديال الدار غيكونوا مشهيين خبيز هكا ديال الدار. صافي قاديت لهم داك الشيء. لقيت شويه الدسر صوبت لهم عصير هكا درتو غير بالليمون وخيزو وقديت لهم داك الشيء سربيت هذاك الشيء الخبيز في الطبله. ايوا وقديت هذاك الطويجين حتى هو حطيتو سخون وغطيتو بواحد الزويه فقديت كلشي فوق صالا مونجي كاينه في الكوزينه وغطيت داك الشيء وسديت الباب ومشيت في حالاتي. ملي مشيت عاودت لماما قلت لها هانتي راه ديك السيده وهذا راه راجلها قال لي وقال لي وقالت لي. قلت لها راه دخلت راه درت وهدرت وهدرت قالت لي مزيان بنيتي الله يرضي عليك. ايوا صافي داز الايام كدوز وليت كنمشي هكا. نهار المره الثانيه اللي كنت مشيت فيها للدار لقيت ملي حليت الباب ودخلت للدار لقيت كان مخلي لي السيد واحد الجوا محطوط وفيه واحد الورقه مكتوب عليها ها هو فوالا هو الخلاص ديالك. قال لي راه غنبدا نخلصك على النهار باش ما نضيعكش وفرحت فعلا. لقيتو حاط ليا ديك الساعه جيت عنده جوج مرات لقيتو حاط ليا 200 درهم خديتها فرحت بها الصراحه فرحت لاني انا محتاجه الفلوس. اي حاجه ماديه كتزاد عليا الا كتزاد على دارنا وكتزاد على خوتي ومحتاجها خديتها فرحت.
صافي بقيت مره هكا كنلقى حاط ليا ورقه وكنلقى هكا فلوس محطوطين حداها، عمري ما تلاقيته من مره اخرى. ايوا دازت واحد المده وداكشي، انا كنخدم وهكا قاعده غاده في الحياه ديالي الطبيعيه ما بين الدار والخدمه الميناج. كملت الدروج اللي عندي في هذاك اليمب، ايوا جيت كالعاده دورت السعر درتو غنحل الباب، ملي حليتو يلا غنحلو هكا تحلات الباني، لقيت السيد قدامي تصدمت ملي شفتو، انا عمري ما تلقيتو في الدار. قال لي ادخلي راه كاين انا والدراري اليوم في الدار. دخلت هكا لقيت الدراري جالسين كنشوف فيهم كيشوفوا فيا ويقول لهم ها هي اللي كتخلي لكم الطويجين. صافي هما كيضحكوا، قلت ليه ما قارنش الدراري، قال لي لا، قال لي دخلي شوفي شنو غادي تقضي. قال لي صافي انا اللي غندخل البيت ديالي. باش ندخل بقيت هكا جمعت الدنيا، دخلت الكوزينه قاديتها حليت في الثلاجه اش كنشوف، لقيت الثلاجه عامره. قلت ايوا ما حدهم كاينين، نسولهم ولا مشاهين شي حاجه. جيت على الدراري جالسين، الوليد كيلعب في البلاي، البنيه شاده عندها بورطابل ديالها. قلت لهم واش مشاهين شي حاجه نطيبها لكم؟ بقاو كيشوفوا فيا جاتهم بحال غريبه. عاود سولتهم كتقول لي البنيه، قالت لي انا مشاهيه غالي فخيت ومشاهيه صالاد ومشاهيه سوسيس. بديت كنضحك قلت لها واخا، قلت لهم نتايا مشاهين شي حاجه؟ هو يقول لي انا بغيت مريقه بالبطاطا والزيتون. بديت كنضحك كل واحد هو اشنو باغي، قلت لهم واخا. ايوا مشيت دخلت قلت غنطيب لهم داكشي اللي كاين، قلبت فعلا لقيت داكشي كاين في الثلاجه داكشي، قلت غنصاوب البنيه هذاكشي اللي بغاتو ندير نطيب المريقه ياكلوا منها مجموعين. صافي كنقاد فيهم حتى دخل عندي السيد، دخل عندي قال لي لاباس عليك، كداير داركم؟ قلت الحمد لله. قال لي واش مرتاحه؟ قلت الحمد لله. ويقول لي واش قاريه كنتي كتقراي؟ قلت لي اه راه كنت كنقرا ولكن ما قدرتش مع الظروف ما قدرتش نكمل القرايه. ايوا بقى كيسول فيا، جلس في هذيك صاله مونجي بقى كيهضر معايا ويقول لي عافاك صوب لي قهوه. صوبت لي قهوه حطيتها ليه، بقى كيهضر معايا. هذه كانت اول مره كنهضر انا وياه. صافي بقى كيهضر معايا، سولني على دارنا وبديت كنعاود، عمري ما عاود لشي واحد على هذوك التفاصيل ديال الرزق ديالنا كيفاش مشى لينا. بقيت كنعاود ليه بقى كيتاسف، قال لي زعما مع الاسف باقيين بحال هاد الناس هادو في الدنيا اللي كيديروا بحال هاد الشيء. ايوا قلت ليه كون ما كانش خدنا رزقنا كره ما عرفت فين وصلنا، على الاقل كون كنا كراني قريت وكملت قرايتي وما عرفت فين وصلت. قلت ليه ما نسمحوش ليه. قال لي دابا يمشي عند الله ويتحاسب على هذاك الشيء كامل اللي دارو. صافي كنهضروا كملت الشغل ديالي. ايوا مشيت في حالاتي، بقيت ملي مشيت بقيت كنتخيل هذاك السيد كيفاش ظريف، كيفاش حنين في الهضره ديالو، كيفاش درويش التعامل ديالو كيفاش داير. عاوتاني داز الوقت، رجعت النهار الاخر حتاني اللي غادي نخدم فيه لقيتو كاين في الدار هو والوليدات. عاوتاني تقريبا تعاود نفس السيناريو، بقى كيهضر معايا كيهضر معايا، ولكن هذا الوقت هذا ملي ساليت وغنخرج صوني هو يقول لي قال لي واش بغيت تزوجي براجل اللي عنده وليداتو؟ انا ديك الساعه فهمته مباشره، يعني انا ماشي شي وحده اللي هي مكلخة، فهمته انه كيهضر على راسو. بقيت كنشوف فيه، صدمتني هذيك الفكره وهذاك هذاك السؤال. قلت ليه على حساب، قلت ليه على حساب هذاك الانسان كيفاش داير. ويقول لي راه حنت، قال لي راه كتشبه فيا كيفاش مكرفص، والدراري ضروري خاصهم راه في حياتهم، وهذا راه ماما هم مشات وفات الله يرحمها ما غاديش نرجعوها. قال لي انا خصني مرأة تكون معايا، ما نقدرش نبقى بلا مرأة، وهما خصهم شي ام لشي وحده اللي حنينه وظريفه وتكون معاهم. قال لي ما كاينش محسن منك، انت جربتي داك جربتي اليوسم كيفاش داير، انت اكثر وحده غادي تحس بهم. بقيت كنشوف فيه، قلت فعلا راه هذا الشيء اللي قالو كامل بصح. قلت لي واخا انا نشاور مع ماما ونجاوبك. قال لي واخا. صافي الوليدات كانوا ظريفين بزاف، كانوا محتاجين الحنان، وحسيت براسي حتى انا صحيت ليه بزاف، وتمنيت فعلا اني نكون في ديك الدار ونعيش فيها. وبقيت كنتخيل مراتو كيفاش كانت، قلت مع راسي لو كانت قدرت تهضر معايا راه غتقول لي غير تزوجي بيه وصلي ليا في وليداتي، حيت هي مشات صافي مشات لعند الله، ما كاينش شي حاجه اللي غترجعها. وبقيت كنتخوفه كنقول نقدر انا ما نبغيش، تقدر تجي شي وحده اخرى اللي تكرفس عليهم. بقيت كنفكر في دوك الوليدات وكنشوف هذاك الراجل فعلا راه فرصه زوينه لاي امراه.
خدام مزيان، دويرتو زوينة، وليداتو معدبين نقيين، كيقريو في أحسن مدارس. يعني هذيك المعيشة اللي كتمنى أي وحدة، هذه راه فرصة جاتني من السما نزلت عليا. يعني كيفاش تقبلني، كيفاش بغاني. أنا بالنسبة لي غير وحدة كتجي دير الميناج عنده في الدار، كيفاش بغاني ما عرفتش، ربما داكشي من عند الله. الأقدار الإلهية خلاتني ندخل لهاد الدار وندير فيها الميناج ونشقى فيها، وخلاتني أن هذاك الراجل أنه يشوف فيها تشوفه أني ربما نقدر نكون مرتو. صافي، أنا ما كنتش محتاجة الرأي ديال ماما، أنا بحال محتاجة أني نفكر مع نفسي. قلتها لماما، ماما حجبها الحال، فرحت بزاف، فرحت ليا. وبلا ما نزيد نطول عليكم لأني طولت بزاف، زوج بيه، اش غادي نقول لكم، ونعم الزوج، عوضني على شحال من حاجه. انا عشت العذاب بزاف حياتي، وبزاف ديال الاحداث، ودوك الوليدات درتهم ولادي اكثر 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 من ولادي. وديك الانايا ملي تزوجت بيه كنت باقا صغيره بزاف، ولكن العقل ديالي كان كبير. كنت انايا فايته هذوك السنين ديالي بزاف من التجارب اللي عشتهم في حياتي. دوك الدراري درتهم بحال درسهم في الحضن ديالي، رعيتهم، تهليت فيهم، كانوا معايا مزيانين. وهو فين ما كيشوفني كيفاش انا مزيان مع ولادو، كان هو مزيان معايا. داكشي اللي داروا عليا ما يديروش حتى شي راجل على مراته. تهلا فيا مزيان، تهلا في عائلتي، ولا داير واحد المنظر الماما والخوتي، حتى كمل اخواتي القرايه. وسبحان الله، انا ما كتبش يلا اني نولد، انا عاقله ما كنولدش، لقيت راسي اني ما كنولدش. بحال الله هي لي الاقدار اني نجي ويكون عندي هذوك الوليدات. صدقوا هذوك الوليدات هما وليداتي، عمري ما نحلم نولد. عندي واحد العيب خلقي اللي ما عندوش العلاج، سبحان الله، الله عوضني بهذوك الولاد. كنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربي هو اللي غيكافئني وغيجازيني على داكشي اللي درتو معاهم، وربي فعلا راه كافئني وجازاني من نهار عطاني هذا الراجل هذا وخلاه انه يتزوج بيا. هذه هي القصة ديالي وهي الحكاية ديالي. هذاك السيد اللي ظلمنا وخذ لينا فلوسنا ورزقنا، عمرنا ما بقينا تلاقيناه، صافي مشى في حالاته. ولكن راه اللي كيضيع ليه تما راه ما كيعرفش ربي شنو غيدير ليه. الله راه يمهل ولا يهمل، وحنا عمرنا ما غادي نسمحوا ليه على هذاك الشيء اللي داه لينا من رزقنا واللي ضيعناه واللي خلانا معذبين في الصغر ديالنا. هذه القصة ديالي شاركتها معكم، كنتمنى تخليوا ليا الآراء ديالكم ونقراها ونشوفها كيفاش دايره وكيفاش فكرتوا فيا وفي هذه الأحداث اللي دازت عندي في حياتي. شكرا لكم.